عامي إقليم تطوان، السيد المحترم رئيس جامعة الملك سعيد، السيد المحترم رئيس جمعية الصغيرة موكادور، السيد المحترم رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون الهجري، السيدة المحترمة رئيسة جمعية المغربية، السيد المحترم إريك دوغاس أستاذ بجامعة بوردو، السادة المحترمين البرلمانيون. هذه الرسالة لتطوان والصويرة وكوليوم راه هي تاريخية، وهذه الرسالة كتمشي للمغرب كله. الحمد لله هذا النهار نهار عرس تطوان والصويرة، وغادي جميع مشيو بعيد في مصلحة ديال الجميع، في مصلحة ديال بلادنا. أستاذ بوشتى المومني رئيس جامعة عبد الملك سعدي، احنا متواجدين الآن في مقر ديال عمالة تطوان. هذا اللقاء اللي كيترأسه المستشار ديال صاحب الجلالة الله ينصرو الأستاذ أندريا زولي، هو عنده جوج ديال الأهداف. الهدف الأول هو خلق واحد نوع ديال النواة جامعية ثقافية كتجمع مدينة تطوان ومدينة الصويرة. لما هذا الاختيار؟ كيف ما كتعرفوا هي مدينة تطوان ومدينة الصويرة هما جوج ديال المدن اللي عندهم واحد حمولة ثقافية جد مهمة، وبالتالي لابد من تعريف بهذه الحمولة هذه عند الشباب وعند السكينة ديال المدينتين وعلى الصعيد الوطني ككل. الهدف الثاني هو خلق واحد صلة وصل أو قنطرة ما بين هذه المدينتين، بحيث أن السكينة ديال تطوان ما كتعرفش بزاف الصويرة، والسكينة ديال الصويرة ما كتعرفش بزاف تطوان. وهذا النوع ديال اللقاءات وهذه الاتفاقيات، هذا النوع ديال الاتفاقيات كيسهل هذا المرور في الاتجاهين، وبالتالي كيكون واحد التبادل ديال المعرفة ديال الثقافة ديال التاريخ إلى آخره، باش يمكن نرفعوا الراية ديال المملكة المغربية أكثر على صعيد حوض البحر المتوسط وعلى الصعيد الدولي. وشكرا.